ونبدأ معكم اليوم مشاهدينا خبرنا الأول من القرية أو من الإمارة الباسمة إمارة الشارقة مشاهدينا، وبالتحديد بحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة. تم افتتاح فعاليات مهرجان الفنون الإسلامية، هذا المهرجان مشاهدينا في دورته 16 وبالتحديد في متحف الشارقة، وتم افتتاح هذا المهرجان وفعاليات هذا المكان تزامنا أيضا مع أيضا هذا الحدث المهم واللي هو إعطاء لقب عاصمة الثقافة الإسلامية لإمارة الشارقة، عاصمة الثقافة الإسلامية 2014. نشوف وياكم هذا الخبر وهذا التقرير للزميل محمد عبيد. افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة بمتحف الشارقة للفنون في منطقة قلب الشارقة مهرجان الفنون الإسلامية في دورته 16 والتي تقام هذا العام لتجسد تعددية الأنساق الفنية في زمن الحداثة وبتنظيم من إدارة الفنون في دائرة الثقافة والإعلام، وتستمر فعاليات المهرجان حتى 6 فبراير شباط المقبل. وقام سموه بجولة في ردهات وأجنحة المعرض الفني متفقدا ومتعرفا إلى أكثر من 172 عملا فنيا مختلفا بمشاركات واسعة من دول العالم. يذكر أن هذه الدورة من المهرجان تأتي لتواكب وتتزامن مع قرب احتفالات الشارقة عاصمة للثقافة الإسلامية 2014 بعد أن أكدت دورها الريادي المهم على المستوى العربي والعالمي.